إليكم تفاصيل الأخبار. أكد اتحاد نساء مصر أن الدستور المصري أكد على المساواة بين المواطنين، وأن تكفل الدولة مواجهة مظاهر التمييز القائم على أساس الدين أو النوع أو المستوى الاجتماعي. وأعرب عن إعداده وطرح مشروعه الخاص بإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز. جاهزة؟ يلا جاهزة. ديكي بيسألني مشكلتك إيه يا عينيا؟ إشمعنى؟ قلت له مالكش لازمة، أنا لازم أسأل المفوضية. مفيش تمييز بين الديوك يا سلام. إشمعنى؟ أنا عايزة ديك يجي والسلام. الست هتاخد حقها ويا ما كتبت. اشمعنى؟ يا ما نفسي الاقي ديك يخلصني من الكبت. عشتي مكاني الجميل العزيز. اشمعنى؟ كل ديوك عندي واحد، مفيش تمييز.